call me a god. إذا كنت تريد تشتري أي أسلحة أو فضة أو أي حاجة تخص لعبة سكال أند بونز أو أي لعبة ثانية مثل ألعاب فيفا، ادخل على الرابط الموجود في الوصف ولا تنسى أنك تحط كود نوب. مرحبا وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد، واليوم جبنا لكم فيديو راح نتكلم فيه عن وين الأماكن اللي تبيع فيها وأفضل الأماكن اللي تبيع فيها أغراضك، لأنك يعني مثل ما شفتوا في الإيكونومي في اللعبة بعض الحاجات، ما عندي حاجة جديدة هنا، بعض الحاجات الموجودة عندك، المواد الخام أو مواد البيع، يعني ما أتكلم عن المواد اللي ممكن أنك تستخدمها، لكن أتكلم عن المواد هذه البنفسجية، مثلا اللوحة، تتكلم عن ياقوت أزرق غير مصقول، هذه الحاجات يعني وين تبيعها، مثل مسدسات مزخرفة، بعض الباعة يعطوك إياها بأسعار أغلى من الباعة الثانيين، فأنت لازم تعرف وين ممكن أنك تبيع هذه الأشياء. أتوقع هذا ما مذكورة، بس يمكن تكون النجوم مذكورة بعد في هذا الموقع. فالحين أول شيء هذا المقطع منزلينه يوتيوبر اسمه ديث ويش، ممكن أنكم تتابعوه، هو يعني يتكلم باللغة الإنجليزية، من بريطانيا، أتوقع أنه مرة من المرات ذكر أنه من بريطانيا، فتقدروا أنكم تتابعوا هذا الشخص، وهو باستمرار ينزل عن اللعبة. الموقع أو يعني يستخدم جوجل دوكس، الملف يعني ملفات جوجل، ملف اكسل هو مجمع عنه، او شخص ثاني ما اعرف من اللي مجمع عنه بالضبط، بس هو اللي نزل المقطع، بحط الرابط في الوصف، تقدروا تدخلوا على هذا وتشوفوا الماتيريال اللي عندكم، وهو يخبركم وين تبيعوها. ففي البداية هذا هو الرابط او هذا هو الموقع، الرابط بحطه في الوصف، لو تشوفوا وش الحاجات اللي عندنا ونريد نبيعها. خلنا نرجع بس عشان نشوف ويش الحاجة اللي نبيعها. أول شيء بس نشوف المسدسات المزخرفة، طبعا هو مكتوب للغة الإنجليزية، ف بنحاول نبحث عنها. وهذا الماس الدايموند، يعني بيكون دايموند، والياقوت بيكون ياقوت الأزرق، أتوقع يكون سفاير، صح؟ بنشوف هذا الثلاث حاجات ونشوف وين نقدر نبيعهم. فأول شيء قلنا المسدسات أو حاجة جنز بتكون، مش الجن، الجن، what ما موجود، ولو تحول اللغة للغة الإنجليزية ممكن، بس توقع هل هذا كل الماتيريال موجودة في اللعبة أو إني بسوي فلتر، ما أتوقع في فلتر، هنا ما في فلتر، فهي مرتبات ألفابيتيكال بالترتيب تصاعدي. الأنسنتروبي هذا السفاير اللي قلت الغير مسقول، يعني الانكت سفاير والانكت روبي والانكت دايموند، هذا اللي تكلمت عنهم قبل شوية، موجودين واريد اشوفهم، بس البداية اريد اشوف الغنز بيستولز اور نوت بيستولز. اوكي، تبيعها في انجوانا تريدينج بوست، الشخص يكون انجوانا تريدر، بائع من انجوانا، تقدر تبيعه بين 232 وال 246 جولد ماين في وش هذا، المواقع اللي تحصلها، تحصل البلر توم، ما اعرف، المهم انك انت اللي تريد تبيع للانجوانا تريدينج بوست، ف او الانجوانا تريدر، فنروح لانجوانا تريدرز ونشوف الانجوانا تريدرز اللي راح يشتريوا من عندنا. لما تسوي فاست ترافل وتروح هنا، يقول لك عنده معسكر شعب البحر، شعب البحر، وهنا عنده بعد معسكر المارقين، وهنا
عندنا معسكر المارقين، فالانجوان اتوقع بيكونوا في افريقيا. مهربين فارة ما نحتاج، الحملة الفاسدة لا، جيش الانجوانا اوكي. بس اللي انا اريده تريدر ولا الجيش، او هل في فرق يعني بينهم؟ خلنا نتأكد. مركز انجوية هنا، واللي هو في المنجم الذهب الغارق مثل ما مذكور سانكين جولدن ماين، فهنا تقدر تحصلهم. نروح نشوف هذا التريدر تاجر انجوانا، نشوفه بكم راح يشتري عنا المسدسات، او ايوه المسدسات البيستولز. هنا ما عطنا اياها اضافة نقطة واحدة يعني الاعلى، بس لو تبحث عن واحد ثاني ممكن بتحصل. خلينا نشوف المكان الثاني، بوتشرز كاتشي وبيلر تومب. البيلر تومب يعني يكون، هل هذا ممكن اجي؟ معسكر المنبوذين لا معسكر المهربين، اتوقع هذا يكون افضل مكان يعني نبيع فيه. ما اتوقع الكهف الشيوخ، لانه هذا مال الجيش، خاص بالجيش، واحنا بنريد التجار مش الجيش. بس نقرب نروح هنا ونشوف اذا نحصل قيمة افضل. طبعا ما ببيعه هناك لانه معطني خانة مرة واحدة يعني. الحملة لا، هذا الفرنسيين الحملة، ما مستحيل يكون هو، لازم تبحث عن الانجوانا. ما ببيع لانه معطني نقطة واحدة فقط مرتفعة يعني، او مضاعفة واحدة للسعر. فببحث عن الخانة الثانية اللي هو الانكت سفاير، بنشوف وين ممكن بعيد. والله المسافة ما في ما شفايت اني اروح ابحث بعدني. نأخر الفيديو او عادي يعني، كما هذا كل المساحة، كل هذا المساحة وكل هذا المشي، وحاطين لك يعني المسافات كبيرة وطويلة. معلش وصلنا ولا بعدنا؟ غلطت يعني في الاتجاه اللي مشيت فيه، المفروض اروح هذاك الاتجاه. نغير نشوف حاجة ثانية، السفاير مثلا، اللي هو الازرق او الدايموند. في سانت اينز افضل مكان، سانت اينز، بس ما في سعر افضل، ما تقدر تحصل سعر افضل. لذلك نروح للسفاير هذا الياقوت الازرق، تقدر تحصله بسعر افضل مرة واحدة عند الكاتشي سانكين جولد ماين اللي قبل شوية، دراجونز باك ظهر التنين، والنافيجيتر كروس الملاح او تقاطع الملاحين. فخلنا نشوف تقاطع الملاحين. وين يكون تقاطع الملاحين؟ هذا؟ لا، نروح ظهر التنين. انا قبل شوية كنا في سانكين جولد ماين، فبنروح ظهر التنين دراجونز باك. من قال اللي يشتري الانجوانا مارشنت والوورير، فاتوقع هذا تاجر انجوانا، ونشوف بكم تريد تاخذها. الروبيز الازرق، الياقوت الازرق هذا تاخذها ب 117، وهنا كم ذاكر لنا بين 113 127. فبهذه الطريقة تقدر انك تحصل افضل مكان تبيع فيه اي قطعة عندك. فقط اذا كنت عندك مشكلة في ترجمة الكلمات، فحول لغة اللعبة للغة الانجليزية، بيع ومن ثم رجعها للغة المفضلة عندك. وهذه تكون افضل طريقة يعني انك تبيع كل الموارد اللي عندك عشان تربح اكبر قيمة ممكنة لها. هنا تكون نهاية المقطع، اتمنى انه استفدتوا، اعجبكم، اتمنى انكم ضغطوا على زر سبسكرايب، زر لايك، دعم القناة، ونشوفكم في فيديو اخر، والسلام عليكم.